بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. هو الثناء على المحمود والثناء هنا هو على الله جل وعلا. الحمد أي كل الحمد، لأن الألف واللام في الحمد، الألف واللام للاستغراق، أي استغراق جميع المحامد كلها لله جل وعلا على نعمه الظاهرة والباطنة. الحمد لله رب العالمين، رب العالمين، والرب هو المربي، الله جل وعلا هو المربي لعباده بالنعم، المغذي لهم بالنعم الظاهرة والباطنة، الحسية والمعنوية. فالله هو المغذي لجميع المخلوقات، هو القائم بأرزاقها، هو القائم بشؤونها سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الله جل فإذا قال القارئ في الصلاة الحمد لله، قال الله أثنى علي عبدي، الحمد لله أثنى علي عبدي. إذا قال الرحمن الرحيم قال مجدني عبدي. إذا قال مالك يوم الدين فهو الملك سبحانه في يوم القيامة، ويوم الدين هو يوم الحساب وهو يوم القيامة، فليس في هذا اليوم ملك سواه. الملوك الذين كانوا في الدنيا فنيت ممتلكاتهم وانتهى ملكهم، ولم يبق إلا ملك ملك الملوك سبحانه وتعالى. ولهذا ورد أن الله جل وعلا يقول: أنا الملك، أنا الملك. أين ملوك الدنيا؟ فلا يجيبه أحد. يقول: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، فيجيب نفسه فيقول: لله الواحد القهار. الملك لله الواحد القهار، لا ملك غيره. ملوك الدنيا انتهت ممتلكاتهم وانتهى سلطانهم، لم يبق إلا ملك ملك الملوك وهو الله سبحانه وتعالى. يقول: أنا الملك. أين المتكبرون؟ أين المتجبرون؟ فلا يجيبه أحد، فيقول: الملك لله الواحد القهار. الحمد لله رب العالمين،
فهو المربي لعباده ومخلوقاته بالنعم، وهو المربي لعباده بالإرشاد والهداية، وهو المربي لهم بالعلم الذي علمهم إياه، فهو المربي وحده سبحانه وتعالى، هو الذي يستحق الحمد وحده لا شريك له في هذا اليوم. الحمد لله رب العالمين، والعالمين جمع عالم، هناك عوالم كثيرة في هذا الكون، عوالم، عالم الجن، عالم الإنس، عالم الدواب، عالم وعالم، عوالم في هذه الدنيا كلها الله ربها، الله رب العالمين أي رب العوالم كلها سبحانه وتعالى. والعالمين جمع عالم، كل ما سوى الله فهو عالم، والعوالم كلها ربها الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن رحمة عامة تشمل المخلوقات كلها والمؤمنين والكفار، كلهم يدخلون في رحمة الله العامة. أما الرحيم فهو رحمة خاصة بالمؤمنين، لا يدخل فيها الكفار، رحمة خاصة بالمؤمنين، قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، هذه رحمة خاصة بالمؤمنين لا يدخل فيها الكفار. مالك يوم الدين، يوم الحساب، لا مالك في هذا اليوم إلا الله، تذوب الممتلكات والملوك والسلاطين كلها تذوب وتنتهي، ولا يبقى إلا ملك الله سبحانه وتعالى. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا مالك غيره في هذا اليوم، يوم الحساب، إن هو الحساب، ولا ملك في هذا اليوم إلا الله، كل الملوك والسلاطين والجبابرة يعودون عبيدا ذليلين لله سبحانه وتعالى. مالك يوم الدين، كل هذا ثناء على الله، وفيه أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية بقوله رب العالمين، توحيد الألوهية بقوله الله، لأن الله هو المألوه المعبود سبحانه، والألوهية هي العبادة، هذا توحيد العبادة وهو توحيد الألوهية. ثم قال مالك يوم الدين، أي يوم الجزاء والحساب،
لا مالك ولا ملك إلا الله جل وعلا في هذا اليوم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك، فقدم المعمول على العامل ليفيد الحصر. إياك نعبد، الإياك هذا هو المعمول وهو في محل نصب معمول لقوله نعبد، والأصل نعبدك، نعبدك يا الله، ثم قدم المفعول إياك نعبد، إياك نعبد ليفيد الحصر أنه لا معبود حق، لا معبود حق في هذا القيد إلا الله. وأما المعبودات بغير حق فهي كثيرة من الأشجار والأحجار والأصنام، وأما المعبود بحق فهو الله وحده سبحانه لا شريك له، ولا يبقى إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه، له الملك وإليه ترجعون. له الملك وإليه ترجعون. ورد أن الله جل وعلا ينصب وجهه الكريم قبل وجه عبده المصلي، فإذا قال المصلي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي. إياك نعبد هذا لله جل وعلا، وإياك نستعين هذا للعبد، هذا للعبد يستعين بالله جل وعلا ولا يستعين بغيره. الاستعانة نوع من العبادة، فلماذا أفردها؟ قال إياك نعبد وإياك نستعين، لماذا أفرد الاستعانة مع أن الاستعانة داخلة في العبادة؟ أفردها لأهميتها، أفردها لأهميتها، إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله هذا بيني وبين عبدي، إياك نعبد هذا لله وإياك نستعين هذا للعبد، قال الله جل وعلا ولعبدي ما سأل، ولعبدي ما سأل، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا كله دعاء عبادة، كله دعاء عبادة. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة فهذا دعاء مسألة، اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة دعاء مسألة، العبد يسأل ربه أن يهديه الصراط المستقيم، والصراط هو الطريق، هو الطريق هذا الصراط، قيل هو الإسلام، اهدنا الإسلام أو للإسلام، وقيل هو الرسول
أيهدنا لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وقيل القرآن، القرآن طريق إلى الله، هو حبل الله المتين، هو حبل الله المتين، وهو الطريق الموصل إلى الله. هذا الصراط المستقيم، والمراد المذكور في قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا معتدلا في الأرض حضرة أصحابه، وخط على جنبتي الخط خطوطا أخرى كثيرة متشعبة، فقال للخط المستقيم هذا صراط الله، وقال للخطوط الجانبية وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه، هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه سبل كثيرة لا تحصى. أما صراط الله فهو واحد لا انقسام فيه، صراط الذين أنعمت عليهم. الذين أنعمت عليهم من هم؟ الذين أنعم الله عليهم هم المذكورون في قوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء هم المنعم عليهم الذين أنعم الله عليهم، فأنت تسأل الله أن يجعلك معهم، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، تسأل الله في كل ركعة من صلاة أن يجعلك مع هؤلاء المنعم عليهم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم كل من عنده علم ولا يعمل به، من كان عنده علم من الكتاب والسنة عالم لكنه لا يعمل بعلمه فهذا مغضوب عليه، لأنه عرف الحق فتركه والعياذ بالله، غضب الله عليه. وفي مقدمة هؤلاء اليهود، لأن اليهود عندهم علم علماء لكنهم لم يعملوا بعلمهم فغضب الله عليهم. وكل من عنده علم من الكتاب والسنة ولا يعمل به فإن الله يغضب عليه، والغضب لا يقوم لغضب الله شيء والعياذ بالله، لا يقوم لغضب الله شيء، وذلك لأنه ليس من يعلم كمن لا يعلم. غير المغضوب عليه ولا الضالين
وهم الذين يعملون بدون علم، يعملون بدون علم، فهم على ضلال والعياذ بالله. ضلال يعني ضياع، ضائعون، مثل الذي يمشي في البرية على غير جادة وفي أرض مهلكة وهو على غير جادة ولا يدري أن يسير. هذا هو الذي يعمل، هذا مثل للذي يعمل بغير علم مهما أتعب نفسه وكثر عمله، ما دام انه على غير علم فإنه ضلال ولا يستفيد منه إلا التعب. ولهذا يجب على المسلم أن يتعلم أمور دينه، يعلم أمور عقيدته، يعلم أمور صلاته وصيامه وزكاته وصيامه وحجه وعمرته، يعلم أحكام العبادات الخمس: التوحيد، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج والعمرة. لا بد، هذا فرض عين على كل مسلم أن يتعلمه، كل مسلم يجب عليه أن يتعلم هذا العلم. تعلم كيف يصلي أول شيء، يتعلم كيف يعتقد وما هي العقيدة الصحيحة، ثانيا يتعلم الصلاة كيف يصلي، ثالثا يتعلم الزكاة كيف يؤدي زكاة ماله وأين يضعها وبماذا تجب الزكاة ومن هم أهلها المستحقون لها، يتعلم صيام رمضان كيف يصوم وماذا يحرم عليه في الصيام لأجل أن يتركه، يعرف المفطرات التي تفسد الصيام ما هي حتى يتجنبها. لا بد من هذا، يعلم أحكام الصيام، يعلم أحكام الحج والعمرة كيف يحج، كيف يؤدي المناسك، كيف يحج ويعتمر، كيف يؤدي المناسك. كل هذا قد بينه الله ورسوله، فيجب على المسلم أن يتعلم أحكام هذه العبادات الخمس: التوحيد، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج والعمرة. لا بد أن يتعلمها، فرض عين على كل مسلم. وما زاد عن ذلك من أحكام الحلال والحرام والمعاملات والمواريث والجنايات، كل هذا فرض كفاية إذا قام به من يكفي، يكفي الأمة بعلمه، سقط الإثم عن الباقين وبقي في حقهم سنة، تعلمه سنة. وإذا تركه الكل أثموا كلهم، لا بد أن يوجد هذا العلم في الأمة، أن يوجد هذا العلم في الأمة حتى يقوم عليه في أمور معاملاتهم، في أمور أنكحتهم، في علوم مواريثهم، في علوم معاملاتهم، في علوم الجنايات وما يجب فيها من قصاص، من قصاص في النفس وما دونها، ما يجب فيها من ديات
هذه كل أمور لا بد منها، ولكن ما كل الناس يتيسر لهم تعلم هذه الأمور. فإذا تعلمها من يكفي الأمة سقط الإثم عن الباقي، وقام هؤلاء بالواجب، وصار الأجر لهم لهؤلاء، والبقية تبع لهم. فهذا ما يكون تعلمه فرض عين، وما يكون تعلمه فرض كفاية. فلا بد أن نتعلم هذا، إما على الأعيان وإما على الكفاية. لا بد من تعلم العلم بجميع فروعه وأنواعه ما تحتاجه الأمة. ولهذا في آخر الزمان ورد في الحديث الصحيح أن العلم يرفع في آخر الزمان، يرفع في آخر الزمان. كيف يرفع؟ لا يرفعه الله انتزاعا ينتزعه من الناس، وإنما يرفع العلم بموت العلماء، يرفع العلم بموت العلماء. وقد فسر قوله تعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قالوا هذا بموت العلماء، وهذا في آخر الزمان. حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، نسأل الله العافية. فلا حياة للناس بدون العلم، ولا سعادة للناس بدون العلم الشرعي الذي يحل مشكلاتهم، الذي يبين لهم كيف يعبدون ربهم، الذي يبين لهم كيف يصلون أرحامهم، الذي يعرفون به كيف يعالجون الجنايات والمعتدين بكف شرهم. لا بد من هذا، فإذا رفع هذا مات الناس بعضهم ببعض، ما في علماء يرشدونهم ويوجهونهم، أو يتخذون رؤوسا جهالا ما عندهم علم فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون، يضلونهم بأنفسهم ويضلون غيرهم، يضلون غيرهم. ففقد العلماء خسارة عظيمة على المسلمين. وهذا الذي ذكره الله ورسوله مما كان وما يكون في هذه السورة العظيمة، سورة الفاتحة، وفي غيرها من القرآن، وهو من العبر والدلالات الواضحة على حاجة الناس إلى العلم، حاجتهم إلى العلماء، حاجتهم إلى من يحل مشكلاتهم، إلى من يبين لهم أمور دينهم. فلا تطيب الحياة إلا بوجود أهل العلم، نسأل الله أن يكثرهم وأن يبقيهم وأن يصلح شأنهم وأن يخلص نياتهم ومقاصدهم. فالحمد لله، هذه السورة، سورة الفاتحة،
سورة عظيمة، إياك نعبد وإياك نستعين. هذه يقول الله جل وعلا قسم الصلاة بينه وبين عبده نصفين، إياك نعبد هذا لله، وإياك نستعين هذا للعبد، إلى آخر السورة، إلى آخر السورة، هذه السورة العظيمة وما تتضمنه من هذه المعاني الجليلة. كثير من يقرأها لكن هل يفهم معناها؟ هل يفهم معناها؟ أظن ما يفهم معناها إلا القليل. ومعناها ولله الحمد سهل ميسر لمن طلبه وحرص عليه، هو سهل ميسر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ الله سهل طرق العلم لمن يطلبه ويبينه للناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم غير الذين غضب عليهم وغير الذين أضلهم. هذا الدعاء في هذه السورة دعاء عظيم تاجه كل مسلم، ولذلك فرضها الله على كل مصلٍ في كل ركعة من صلاته لعظم هذه السورة وما تتضمنه من المعاني العظيمة الجليلة. وفق الله الجميع بما يحب ويرضى، فقنا الله وإياكم وجميع المسلمين للعلم النافع والعمل الصالح. الله جل وعلا قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. هذا ما أرسل به الرسول صلى الله عليه وسلم، بالعلم النافع والعمل الصالح. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة عليه الصلاة والسلام وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، ولم يتوفه الله إلا وقد أكمل الله به الدين وأتم به النعمة، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أتدرون متى نزلت هذه الآية؟ نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة في حجة الوداع التي ما عاش بعدها إلا شهرين وأياما، ثم توفاه الله ولحق بربه الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام بعدما بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. والله تعالى المسؤول أن يرزقنا وإياكم البصيرة النافعة، وأن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، وأن يجنبنا وإياكم صراط المغضوب عليهم والضالين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
يعرضه على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة فهو صحيح ومقبول، وما خالف الكتاب والسنة فهو مردود. فهو مردود. قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم لما وعظ أصحابه موعظة بليغة بعد صلاة الفجر، ذرفت وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قالوا يا رسول الله كأنها وصية مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. من هم الخلفاء الراشدون؟ هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء هم الخلفاء الراشدون. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ الأبراس مع الأيدي، تمسك الحبل إذا كنت في اللجة وفي الغرق، تمسك الحبل ولا تكتفي باليدين بل تعضه بأسنانك خشية أن يفلت من يدك فتغرق في اللجة. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته لما ودع أصحابه في هذه الموعظة البليغة، وهي وصية للأمة إلى أن تقوم الساعة. نعم. ولكن صاحبكم خليل الله، خليل الله. نعم. لا بأس بذلك، ولكن من اتخذه الله خليلا فلا يتخذ خليلا مع الله، ما يتخذ خليلا مع الله. أما غير خليل الله فهو يخالل من الناس ما يريد. نعم. يجب على شباب الأمة أن يتحملوا العلم عن العلماء الراسخين، تعلمون العلم على العلماء الراسخين المعروفين بالعلم والاستقامة، سواء كانوا في الدراسة النظامية في المدارس والمعاهد والكليات، أو كانوا في المجالس في المساجد والبيوت يجلسون للناس يدرسونهم العلم. فعلى طالب العلم أن يأخذ العلم عن العلماء المعروفين بالعلم والاستقامة الذين وثقت بهم الأمة، يأخذ العلم عنهم ولا يأخذ العلم عن المتعالمين والجهال الذين كونوا أنفسهم علماء بدون أن يرتبطوا بأهل العلم، بدون أن يأخذوا العلم عن العلماء.
وإنما أخذوه عن الكتب والمطالعة، أو أخذوه عن جهال متعالمين مثلهم. العلم لا بد أن يؤخذ عن أهله أمانة، لا بد أن تؤخذ عن أهلها. نعم. الطريقة الصحيحة أن يقرأ القرآن بتدبر ويحسن صوته به، لأن الصوت الحسن يؤثر على السامع، فيحسن صوته بالقرآن لأجل أن يؤثر به على من يستمع إليه. جاء في الحديث: جملوا القرآن بأصواتكم. ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم عن قراءة الهذ والهذرمة، نهى عن قراءة الهذ بالسرعة، ونهى عن الهذرمة، وأمر صلى الله عليه وسلم أو أمر الله جل وعلا بترتيل القرآن، ترتيل القرآن، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن كما أمره الله بقوله: ورتل القرآن ترتيلا، حتى يفهم، حتى يؤثر في نفسه وفي السامعين، فلا يهذ القرآن هذا الشعر، وإنما يرتل ترتيلا ويجمل الصوت به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع لقراءة بعض أصحابه من الذين امتازوا بقراءة القرآن، كابن مسعود رضي الله عنه، وكأبي الحسن الأشعري، كابن مسعود رضي الله عنه، وبأبي موسى الأشعري، أبي موسى الأشعري الصحابي الجليل، كان حسن الصوت، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إليه، وكان إذا مر بالليل من بيتي، مر على بيت أبي موسى وهو يتهجد بالليل ويقرأ القرآن، يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم ويقف عند جداره يستمع القرآن، وقال له: لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لقراءتك. فقال رضي الله عنه: لو كنت أعلم أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا، يعني زينت صوتي به تزيينا. نعم. ما سمعت الكلام. نعم. رأي البيان هذا تفسير لشيخنا الشيخ الإمام الشنقيطي رحمه الله، إمام جليل، تفسيره تفسير جيد، ولكنه لا يصلح إلا للعلماء المتمكنين. نعم. لا بأس بذلك. صلح النبي صلى الله عليه وسلم تصالح مع اليهود، تصالح مع الكفار إذا كان فيه مصلحة للمسلمين وفيه حقن لدمائهم، فلا بأس بذلك. نعم. يتسلق طالب العلم
الرد عليها واجب، لكن لا يرد عليها إلا المتمكنون من العلم حتى يكون ردهم شافيا، وحتى يعرفوا كيف يردون لا بد أن يكون الرد صادرا من العلماء، ولا يكون الرد بالهوى أو بالمنازعات والمخاصمات والمهاترات، لا، يكون الرد بالعلم والحجة والبرهان. نعم. صلى الله عليه وسلم الشيخ والسائل يقول: هل فرض الصلاة في الحرم النبوي تشمل المدينة كلها؟ لا، خاصة بالمسجد النبوي، خاصة بالمسجد النبوي ولا تكون خارج المسجد. نعم. صلى الله عليه وسلم الشيخ والسائل يقول: هل يجوز اتصف بالكمال؟ نعم، أما التمام فلا أعرف لها معنى. نعم. صلى الله عليه وسلم الشيخ على السلام يقول: لا يوجد في مدينتنا مشايخ أو طلبة علم متأهلون لإلقاء الدروس والمحاضرات، فنقوم بالدروس في المسجد أحيانا نستمع بشرح أحد العلماء، وأحيانا يقوم شخص بالقراءة بشرح كتب أحد العلم أحد أهل العلم، أيهما أفضل، السماع أم القراءة؟ كل هذا لا يكفي، لا السماع ولا القراءة، لا بد أن ترحلوا لطلب العلم، أو يرحل منكم أفراد يتعلموا العلم ويعودوا إليكم ويعلمون. قال الله تعالى: وما كان قال الله سبحانه وتعالى: ما كان للمؤمنين أن ينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعم. فإذا نفر أفراد من الحريصين على طلب العلم وتعلموا ثم رجعوا وبينوا له من وراءهم، هذا شيء طيب، وهذا معنى الآية الكريمة: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. كل الناس يروحون يتعلمون، لكن يروح منهم أفراد، ولولا نفر من كل فرقة منهم أي جماعة طائفة، والطائفة يكفي الواحد، تطلق الطائفة على الواحد، فلو نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ثم إذا رجعوا يبلغون عن الدين، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعم. والآن الحمد لله بالإمكان أن يأتي أفراد إلى الجامعات الإسلامية ويتعلموا العلم منها، أو يجلسوا على العلماء في المساجد أو مجالس الذكر، إذا رجعوا إلى قومهم بلغوهم ما حملوه من العلم. نعم. عليه أن يرفض الفتور والكسل، وأن يجد في طلب العلم، إذا عزم على نفسه واستعان بالله أعانه الله. نعم. إيه؟ حرية عن واحد، حرية محدودة، حرية مطلقة، فماذا يقصد؟ الحرية المطلقة لا، ما الحرية
بحسب مصلحته وبحسب منفعته فلا بأس بذلك. نعم. كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين كان الله غفورا رحيما. قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. هذا شأن المؤمنات، أن تحتجب عن الرجال الذين ليسوا من محارمها لتغطية جميع بدنها ووجهها، وأن لا بأس أن تبقي فتحة على العين لتنظر الطريق، فتحة على عين واحدة لتنظر الطريق والباقي مغطى. قالت عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. نعم. سبحان الله، التوحيد ينفر الناس. التوحيد هو الذي يجمع الناس ويؤلف بين قلوبهم، الذي ينفر من التوحيد لا خير فيه وليس بمسلم أيضا، ينفر من التوحيد ليس بمسلم. نعم. ما دام انك على العمل ولا فصلت فهو لك، المال لك. اما اذا كان بعد فصلك من العمل فهو ليس لك، ترده على الدولة. نعم. هل يجوز لطالب الجامعة الإسلامية أن يعمل؟ يعني يشتغل بالأجرة؟ إذا كان هذا لا يزاحم طلب العلم فلا بأس بذلك. إذا كان هذا العمل لا يزاحم طلب العلم فلا بأس بذلك، كان يعمل في أوقات فراغه في العطل الرسمية لا بأس. الذين يقال لهم العلماء بحق، الذين يقال لهم العلماء بحق هم الذين يقال عنهم العلم، لا المتعالمون ولا المبتدئون في طلب العلم. نعم. نسأل الله العافية ويبتعد عن الفتن ولا يأتي أماكن الفتن، يبتعد عنها ويسأل الله السلامة منه. نعم. أحسن الله إليكم. الشيخ هذا السائل يقول: هل من كفر نعمة لطلبة الجامعات الذين أقبلوا فيها وطلبوا في هذا البلد الذي تكلموا فيه مكان لا يجوز الكلام في ولاة الأمور علانية، ما
من كانت في الحديث من كانت عنده نصيحة للإمام فليأخذ بيده وليبين له، فإن قبل منه فالحمد لله، وإن لم يقبل فقد أدى ما عليه. يأخذ بيده ويبلغه الملاحظة بينه وبينه، أما أنه يعلن على الناس خطأ الولاة وخطأ ولاة الأمور هذه فتنة، تأليب على ولاة الأمور، وقد يكون هو المخطئ فهما خاطئا وحمله على ولاة الأمور. نعم. تضم نفسها، أن صلاة الرجل تختلف عن صلاة المرأة، لأن المرأة تغطي جميع بدنها وتضم نفسها. نعم. الذي لا يعمل هذا ليس بمسلم، كيف مسلم ولا يعمل؟ لا يصلي، لا يصوم، لا يزكي، لا يحج، ما هو مسلم. نعم. الغيبة قال صلى الله عليه وسلم الغيبة لذكر أخاك بما يكره. الله جل وعلا قال ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. أما الغيبة التي معناها الشكاية على ولي الأمر في طلب حقه منه، أو المرأة تشتكي زوجها على القاضي لينصفها من زوجها، هذه ليست غيبة، هذا طلب حق. ولهذا جاءت هند بنت عتبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم زوج أبي سفيان، قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف. قال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قالت شحيح، ولا أنكر عليها الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها تطالب بحقها، تطالب بحقها، ليس قصدها الغيبة، إنما قصدها أنها تطالب بحقها. نعم. لا يجوز هذا، معصية ولي الأمر ما هو من صالح البلد، صالح المجتمع، لا يجوز مخالفة ولي الأمر في ذلك مع ما فيه من الضرر على المجتمع ومضايقتهم في أرزاقهم. نعم. أجد وراء قسوة، مش يجد قسوة. نعم. غلظة. نعم. غلظة. نعم. اي عبر بالتعبير الصحيح. نعم. فما سعتنا ان تزيل هذه القسوه وهذه الغلظه بذكر الله وبتلاوه القران وبحضور المواعظ حتى يزول ما في قلبه. نعم. تصدق ايش؟ نعم. نعم، الصدقة اللي بها رياء لا تقبل، لكن إذا تاب الله عليه للمستقبل. نعم.